الفاصل وارجع من جديد. قفل مره واحده بدري يا قطره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالق الزين ابدعك هي صوره جماليه غير طبيعيه والسحاب يطاردك بين الشجر ان نبي ابو عبد العزيز لما يضمن مستقبله من خلال ثلاثه اربعه ما اقول الله يرزقهم في لاعب الله يذكره بالخير يشتري ب 1000 ريال بروستر 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 اعتقد تكلم عن صاحب تاريخ السنه الاولى كبيت القدر كله لا لا ها 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 لا لا من كذا شوي يعني كذا وقلت كذا كان سبعه ثابتين شبه ثابتين يعني ما يطلعون لكن ما تلقى الا اثنين وراس حربه هم اللي هذا كلامك جيم انت جبت لي النقطه صادونا الحمد لله ما جيت ما انتبهت والله انا قاعد والله شاعر كبير صادونا صادونا الزملاء ابو يعقوب والله كان يسالني يقول يسجل قلت لا قاعد يحكي براحته حتى فانتاستك طلعت ابو يعقوب يلا مشي تحدى يعيد اللغه اللي تقولها الانجليزي الجمله اللي قالها تحدى الانجليزي قلها تحدى يو لوز ذا بول يو ماست بي تيكت ريد بول يو لوز ذا بول يو ماست تيكت اذا تخسر الكوره لازم تروح تاخذها هذا اليابانيين يا سلام عليك داخ احمد ما في شك فهد هريفي شكرا لك حبيبي ام مشان علي حمدان شكرا لك شكرا وللساده المشاهدين ايضا شايع شكرا لك مره اخرى كابتن شايع النفيسه نجم الثمانينات زميل علي الزهراني شكرا لك شكرا مشعل بس لا تخاف انا وفهد مدركين في يعني في حدود ما نتجاوز في خطوط حمراء اي نعم اكيد كيف ما فهمت لا تثق في كلام علي ما سمعت انا وش يقول هذا وجهه نظر لازم مدركين في خطوط حمراء ما نتجاوزها لا والله انا لا مدرك ولا عندي خطوط حمراء ولا عندي شيء لا هذا شيء انا لا اتكلم عن نفسك يعني لو سمحت اني لا اسحبها انا اسحبها عن نفسي لا هذه تسحب كل واحد ادرى بماذا يقول خلاص هو احنا دائما ناكد هنا ان هنا كل واحد رايه يقوله هو المسؤول عن رايه ولا يمثل راي القناه وهذا اكيد وهذا اللي يفترض وهذا اللي يفترض ابو تركي شكرا لك زميل احمد مصيبيح شكرا لاين سبورت على الحقيقه البرنامج اللي يقدم فكر جديد فكر جميل فكر متحضر يعني يوجه رساله وحقيقه منبر اعلامي يستحق الاحترام يوسف ايش رايك شكرا في موقف ترى عند يوسف بيقوله موعد اقنعتنا مره تعبت نفسك هذا يوسف صحيح انت منتخب الكوري الظاهر او شيء حق السياكل حق السياكل ذولا سياكل ذولا اي هذا في وقت؟ ايه ما في شفت نحط لك وقت يا ابو عبد العزيز مباراتنا الفاينل طبعا اذكرها شايع في اولمبيات سيول 86 اي نعم طبعا تخيل اذا كان ظهير يمين وانا كنت جناح يمين ومن بدايه الدوره عاملين فيها طبعا مستوى مره على يعني زي ما تقول مدرب حاط الجهه اليمين يعني هي كاستيلو بدايه كاستيلو نعم بدايه انطلاقه المنتخب من جهه اليمين وكان شايع بطور موجود اذكرها شايع فلعبنا ضد طبعا المنتخب الكوري ودائما يعني هذا يدل على ان المنتخب السعودي دائما يلعب النهائيات سواء طبعا حصل عليها او خسرها وفعلا يعني التكتيك اللي عمله المدرب الكوري يعني تكتيك تذبحني باب لايزر من جهه صوتك شوي اقول التكتيك اللي عمله المدرب الكوري قفل الجهه اليمين انا والتخيفي ما خلونا نتنفس مره وبعدين سرعة كذا شوي من واحد لا جرى لا قدرت انا افك سبرنت ولا تخيفي مسكين يروح من وراي هناك يفك سبرنت كل ما فكينا سبرنت القطونه هذيك من اعز يعني من المباريات صراحه لا انت اللي هاجمت لا انت اللي هاجمت ولا انت اللي دافعت اقول لك اثنين اثنين طيب كيف قلت سياكل؟ اسرع من البرق سياكل مش ايه تصرحت الظاهر بعدين يوم سالوك اي كيف؟ هذول سياكل مو فريق ما قدرنا عليهم اقول لك والله العظيم بعدين تشابهون اثنينهم كذا ما عاد يدري والله هذا من هذا ما تدري وش تمسك ما تدري وش تمسك
اسيا لاين نلتقي غدا. شكرا لكم. حلوه علي، حلوه اللي